يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أحسن كتاب مختصر في الرد على من يقدم العقل على النقل؟ العقيدة الواسطية والحموية، مقدمة الحموية فيها قواعد وضوابط عظيمة، من عرفها وفهمها فإنه يكون عنده حصانة من هذه الأمور. نعم. يقول هل هناك قواعد عامة محصورة في الرد عليهم؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على المنطقيين والرد على نفاة الصفات والرد على الفلاسفة. نعم.